بالنسبة للعلب بقى، في ثلاث، لا مش في ثلاثة، في أربع أطعم: مانجا وفانيليا وعليها من فوق فراولة وشوكولاتة، ويبقى عليها برضو من فوق قطع شوكولاتة. وفي النوع بقى اللي أنا جربته ومن ساعتها عرفت الشركة دي، اللي هو انجلش كيك. أول حاجة هجربها معاكم المانجا. شوف، بسم الله. المانجا بتاعتهم حلوة، بس المانجا اللي في الاستيك يعني عجبتني اكتر من ده. دي شوية المانجا بتاعتها فيها مزازة شوية، ما شدتنيش زي الستيك التاني. تاني حاجة هنجربها الفانيليا، عليها من فوق صوص كده المفروض ان هو فراولة. دوقوا، بسم الله. جامد جامد يا جماعة. الفانيليا وانا كمان حبيبي الفانيليا برضو فظيعة، يعني عجبتني كده في العلب. اللي عجبني اكتر حاجة الانجليش كيك اللي انا ما لقيتهوش، والفانيليا.